السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحشتوني جدا متابعات الغاليات. النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض شوية مشتريات كده أنا جبتهم على مدار الشهور اللي فاتت، من بعد بصراحة انقطاع عن الفيديوهات الفترة اللي فاتت. كنت بشتري شوية مشتريات كده وقلت خلاص كل مرة هجمعها وأطلع لكم إن شاء الله بفيديو مرة واحدة. وحشتوني جدا، ودعواتكم ليا دايما بصلاح الحال والبركة في الوقت. ان شاء الله هنبتدي مع بعض تفاصيل الفيديو، بس مبدئيا لو بتشوفي قناتي لاول مره اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس فيها عشان يوصلك كل جديد من القناه، ولو عجبك الفيديو يا ريت تحط لايك وكمان تشيريه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. المنظمات اللي انتوا شايفينها دي هي بتاعت اطباق وليها تقسيمات معينه كده بتتحط فيها، بس انا طبعا ليا فيها مقارب اخرى ممكن كمان استخدمها للفاكهه وكمان تنظيم سواء فوط او رفائع المطبخ. كمان جبت القشارة دي استعملتها قبل كده وبصراحة حلوة جدا وسهلة وسريعة في الاستخدام. جبت 2 الواحدة ب5 جنيه، وطبعا بميل دايما للون الروز واللون الابيض، فما تستغربوش اللي متابعني عارف ان انا دايما بقتني اللونين دول. كمان جبت سكاكين لتقطيع الفاكهة لونها ابيض، واللي على الورق اللي عليها ده ورق، ده ستيكر عادي هيشال وهي كلها ابيض سادة. كمان جبت العسالة دي وليها مسمار جانش من ورا كده علشان تعلقيها لو مش حابة ان انت تحتفظي بيها في الادراج. دي كمان علاقة على شكل لاف، هحطها في الضلفة من جوه بتاعت اولادي علشان اعلق عليها الاحزمة وكمان الكرافتات. دي مقوار للفلفل، هي بصراحة انا ما كنتش هشتريه بس انا قلت خلاص يعني اجيبه واجربه. كده احنا ابتدينا خلاص في المشتريات اللي هي ب10 جنيه. دي كمان سدادة للحوض بحيث ان هي تحمي الحوض شوية من بواقي الاكل والحاجات اللي زي كده علشان ما يتكتمش معايا. معالق دي جبتها للبهارات الستة بحوالي 10 جنيه، بالتمن ده. الرفاعة دي الحقيقة كنت انا جبتها من عندي، من كنت في زيارة عند اهلي يعني وجبتها من هناك، معرض كبير هناك وفي بصراحة في كل حاجة. دي قطاع التفاح جبتها من الاستلس عشان كان عندي واحدة بلاستيك واتكسرت، وكمان جبت النجوم دي 100 نجمة بحوالي 10 جنيه. احنا كده خلاص ابتدينا في المشتريات زي ما قلت لكم اللي هي ب10 جنيه. كمان الفوط دي جبت 5 هما مع بعض قطع واحدة كده. ده شكلهم او الوانهم، فيهم الوان حلوة كتير، وفي نفس الوقت كمان انا جبتهم للبوتاجاز واستخدامات المطبخ عموما. حبيت ان انا استخدم المقاس ده، وكمان في مقاس اكبر هوريه لكم بعد كده. ده مقاسها معايا بالشكل ده كده، ودول الخمسة ب10 جنيه، يعني القطع واقفة على 2 جنيه. كمان جبت نشافة الاطباق دي او صفاية بمعنى اصح، يعني انت ممكن تستخدميها مكان الصفاية البلاستيك تحط عليها المواعين بعد الغسيل. هنا كمان التربو ده، ومدام صغير في الحجم يبقى كده هيستهويني ان انا اشتريه وهيلفت نظري. ده انا جايباه لحاجة الحلاقة، تقدري ان انت كمان تستخدميه للحاجات الصغيرة زي مثلا مراهم، مثلا معجون الاسنان، ممكن كمان اكسسوارات في اوضة البنوتات، توك، حاجات زي كده. ده بيركب فوق بعضه كده بالشكل ده، وممكن كمان ان انت تحطيهم جنب بعض مفيش مشكلة خالص، مش هياخد مساحة معاكي وفي نفس الوقت شكله عملي وحلو. دي هراسة للتوم، بتحطي مثلا فصوص هنا بالشكل ده كده وبعدين بتكبسيها وبتشتغل عادي وبتنزل في الخزان. ده كان عندي منها قبل كده، دي ماركة ستيلو، هي بحوالي 15 جنيه كانت عندي بس ما كانش ليها الخزان ده من ورا. كمان جبت السباشولا دي، هديها من الخشب، والحقيقة ان انا حابة استخدمها على الحاجات الباردة زي الكيكات والطرط والحاجات دي، مش حابة ان انا استخدمها على النار. دي ب15 جنيه. كمان جبت السكينة دي ب15 برضو، هي شكلها رخامي بالطريقة دي كده، بس هي الحقيقة مش من الرخام، الخامة دي بلاستيك عادي، بس بصراحة حاسة ان هي متينة جدا وشكلها حلو، وفي نفس الوقت اللون بتاعها حلو جدا وهيليق معايا على المطبخ عندي. هنا كمان منظم للمعالق والسكاكين بشكل انتوا شايفينه ده، والشوك بتحطي فيها المعالق بشكل طولي بالطريقة دي كده. هوريلك كمان الشكل على العلبة من بره.
كمان حاسه ان استخدامه امن شويه، لان انت طبعا بتحط السكاكين والشوك بتكون السنون بتاعتها لجوه، فبالتالي ما تجرحش ايدين الاطفال مثلا. لو يعني لو هم حطوا ايدهم في الدرج يجيبوا حاجه زي كده، الحاجات التانية ما تجرحهمش. دي كمان جبتها ب10 جنيه، طبعا كلنا عارفينها اللي هي بتاعت شوايه الفراخ، بس انا بصراحه جايباها لديكور هعمل بيه فكره ان شاء الله. هنا كمان دي الفوط الكبيرة، طبعا هي حجمها كبيرة جدا على ان انا استخدمها في المطبخ، فجبت منها قطعتين اتنين، وطبعا حبيت ان انا اختار الالوان على شكل الديكور اللي عندي. كان منها بنيات بس انا ببعد تماما عن البنيات في شغلي او في اختياراتي، وكمان هقسمها نصين. كمان عندي الاطباق دي جبتها من ايكيا، رحت ايكيا برضو جبت شوية حاجات صغيرة من هناك بعد الفيديوهات بتاعت ايكيا المرة اللي فاتت، وان شاء الله هسيب لك في شاشات النهاية كل الفيديوهات اللي بتاعت المشتريات اللي قبل كده. ده صناعته فرنساوي الحقيقة، ان انا جبت الفلات الواسع ده، ده كان اكبر حجم طبق موجود هناك، لان انا حبيت ان انا استخدمه لوجبة كاملة. يعني مثلا احط الرز، احط اللحوم مع الخضار كله في طبق واحد، بحيث ان هو يكون زي سيرفيس كده. طبعا جبت منه 6 قطع. كمان قررت للمرة الثالثة من البرطمانات دي 3 قطع اشتريها منها. بقى عندي دلوقتي الحمد لله حوالي 12 برطمان بالشكل ده. هنا خلصنا بقى حاجات المطبخ، وخلينا بقى نبتدي في حاجات الديكور والانتيكات والحاجات اللي زي كده. دي فازة اشتريتها برضو من ايكيا، واسعة من فوق بالشكل ده. انا كنت اشتريت 3 من ايكيا قبل كده، استخدمتهم للعصير، وكمان فازة منهم كانوا صغيرين في الحجم عن كده. كمان جبت الديكور ده عبارة عن زهر او قطع من الزهر بالشكل ده، على هيئة استند صغير كده زي ما انتم شايفين. وكمان حابه ان انا اغير ديكورات المطبخ بيه، مش حابه ان انا استخدمه كملاحه، هي ملاحات بس انا مش حابه استخدمها الاستخدام ده. كمان الفازه دي جبتها للصاله عندي، علشان انا عندي البفات والشزلونج اللي موجود في الصاله باللون النبيتي، وكمان السجاده باللون الرمادي، فهتلاقي معايا على ديكور الصاله. هنا كمان ديكور جبته لغرفتي، دي قاعده من الشموع، ودي كوباية جاهزة كده مشرية بالشكل ده كده، وكمان جبت لها حاجة تليق عليها. الله أكبر، جبت دي كمان علشان تكون من نفس اللون ومن نفس الشكل، يعني نعمل كده انسجام ما بين اللونين. هنا دي كمان ممكن تكون قاعدة للشمع، وممكن كمان تحط فيها إضاءة صغير، وممكن كمان تحط فيها شمعة إلكترونية، جبتها على شكل أباجورة. الديكور الاتنين دول أنا جبتهم للأوضة بتاعتي. كمان جبت دول من عند محلات اللي بتبيع الورد، وطبعا الورد هيكون له باع طويل معانا في الفيديو. هنا جبت الشكل ده، وجبت كمان الشكل اللي هو على شكل اللافندر، وكمان زهرة التوليب مرسومة عليها بالشكل ده كده. الواحدة من دي كانت عاملة حوالي 7 جنيه ونص. القلي قليهم ان انا هعمل فيهم ديكورات، يا اما بنفس لون الورد اللي على جسم الفازة نفسه، يا اما اعملها بالزرع الاخضر. كمان جبت الشمعة المعطرة دي على شكل برطمان، بس ريحتها فواحة وريحتها حلوة جدا، تقريبا كانت بحوالي 15 جنيه الشمعة دي. كمان جبت جذع الشجرة ده ب10 جنيه، هو قد كفة ايدي كده ان شاء الله، يعني هو لوحده كده يعتبر ديكور، بس ممكن نلاقي له افكار بعد كده ونعمله مع بعض في القناة. كمان جبت دي انا هفككها، مش هسيبها على شكلها كده او على وضعها كده، ولو حابة ان انا احتفظ بيها كده مفيش اي مشكلة خالص. فيها شكل المركب وفيها شكل فازة لايقة جدا على الفازة اللي انا جبتها اللي هي باللون النبيتي، وبتتفتح بتدي اضاءة بالشكل ده. تقدري كمان توزعي ديكورات عندك على حسب الشكل وعلى حسب اللون. كمان الجزء اللي جوه ده اللي هو عليه الفلامنجو بالشفاف، ممكن انقله في ديكور تاني خالص. كنت ناسي المعلقتين دول، كنت جايباهم الاتنين ب5 جنيه، برضو ينفعهم للبهارات. خلاص احنا استعدينا بقى ودخلنا على الحاجة فعلا تفتح النفس وتغير النفسية وتعدل المزاج، ألا وهو بقى الورد. أنا هنا جبت صبارات، دي نقيتها بعناية جديدة، وكانت القواعد بتاعتها من البورسلين، بس طبعا صوت الفيديو مكتوم فانتوا مش هتسمعوا صوته.
صوت يعني الحركة عليه، وجبتهم باللون الأبيض. كان هناك لونين، اللون الأسود واللون الأبيض، بس أنا فضلت طبعا اللون الأبيض. اللون الأسود مع لون الزرع مش قيم قوي، لكن الأبيض حاجة تانية. 4 أشكال من الصبارات مختلفة، تقدري ان انت تضاهي بيهم حاجات ايكيا كلها، اللي هي طبعا احنا عارفين ان الصبار بالذات في ايكيا بمبلغ وقدره، وكمان البوتات اللي عندهم مش من البورسلين، هتلاقيها كلها من البلاستيك. اخترت ال4 أشكال دول بالطريقة دي، وطبعا فيهم اختلاف عن بعض، وفي نفس الوقت شكلهم قيم جدا. الواحدة فيهم كان سعرها حوالي 25 جنيه، يعني جبت الأربعة ب100 جنيه. أول حاجة بقى في فروع الورد، جبت المجموعة دي ب35 جنيه، فيها 12 فرع. الزهرة المفتوحة دي أنا بحبها، وبحب كمان زهرة التوليب المقفولة، بس زهرة التوليب المقفولة أنا كنت اشتريتها في مشتريات قبل كده. أنا كنت بروح لمحل الورد بشتري كل مرة بوكيهين 3 بالكتير، ولحد ما تجمعوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان جبت من زهرة الكاميليا لون الفوشيا مع لون الروز، وجبت منها كمان البوكيه اللي قبل ده اللون الاوف وايت مع لون السيمون، وكمان جبت لون السيمون بدرجاته من زهرة القرنفل. جبت كمان من شكل القرنفل ده، بس زهرة مفتوحة على نفسها شوية او مقفولة على نفسها، واخدة دوران كده زي كشكشة باللون الموف. وكمان جبت دوار الشمس، برغم ان انا مش بميل للالوان الاصفر والبرتقالي والكلام ده كله، بس هو لفت نظري وحسيت ان هو اللون زاهي وراقي قوي. هنا كمان جبت المجموعة دي، انا بوريكم الفرق ما بين الكاميليا ده والكاميليا ده، لان ده الشكل التركي شوية، وده كمان اللون النبيتي منه، بس هو في الواقع احلى وارقى من كده بكتير جدا، لان هو اغمق من كده في الطبيعة، التصوير ظلمه كتير. ختامه مسك بقى بعد البوكيه ده، هنشوف بوكيه مختلف تماما وشكله حلو جدا وقيم جدا. ده كمان بيبي فلاور، غير النوعية اللي كنت بستخدمها قبل كده. جينا بقى على البوكيه اللي انا مستنيه طول الفيديو عشان اوريه لكم. ده مجموعه مع بعضها كده، دخلوا بيبي فلاور من اللي هو العادي اللي كان عندي قبل كده، وشايفين التقفيل بتاع فرع الورد عامل ازاي. هو بوكيه لان هو ما يسماش فرع ورد، في حوالي 24 زهره. شكله كده ما يعني حرام ان احنا نقطع منه ورده للقناه، انا جايباه علشان احطه فيه الفازه الكبيره دي بالشكل ده. لو بتشوفي قناتي لاول مره اتمنى تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس، وان شاء الله يعجبك الفيديو وتحط عليه لايك. استودعكم الله الذي لا تضيع.